تجينا وتجيك بالتأكيد، والمراجعين هم الأطفال اللي بيعانوا من السكري من النوع الأول. نعم. أحيانا بعض الأطفال بيصوموا، بيلجأوا الأهل إلى تصويمهم، مع أنه أنتوا كأطباء لكم توجه آخر. شو رأيك دكتور بما أنه في الشهر الفضيل؟ إحنا بالنسبة للأطفال اللي عندهم سكري، طبعا الأطفال عندهم سكري معظمهم اللي هي نوع السكري عندهم اللي هو النوع الأول. نعم. هذول الأطفال إحنا بنفضل ما يصوموا، يعني الآن عادة نطلب من الأهالي إنه الآن ما يصوموا. ليش؟ لأنه الصيام راح يأثر على مستوى السكر في الجسم، يعرضهم لهبوطات زيادة، السكر يتغير كثير مستوى أثناء اليوم، فراح يأثر على صحته، فلذلك إحنا ما بنخليهم يصوموا. لأنه هذه فيها طبعا فتوى شرعية في الموضوع، لأنه أي شيء بيأثر على جسم الطفل إحنا الآن ما منخلي المريض يتعرض له. في عدد بسيط من الأطفال بيكون في عندهم النوع الثاني، هذول إحنا برضو منخليهم يصوموا بس في حالات خاصة جدا، إذا كان السكر عندهم منتظم جدا. نعم. وما فيش عندهم أي مشاكل، ما فيش عندهم أي هبوطات متكررة أو أي ارتفاعات متكررة للسكر، غير هيك ما منخليهم يصوموا. يعني أي طفل الكمية البسيطة هاي من الأطفال اللي عندها النوع الثاني منخليهم يصوموا بس إذا كان السكر عندهم منتظم تماما، بس أي طفل عنده ارتفاعات كثير، هبوطات كثير، التراكم عنده عالي، بيكون التعامل معه مختلف، هذا برضو ما يفضل إعفاءه من الصيام. دكتور، النوع الثاني من السكري عندما يصاب به الأطفال تزامنا مع هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، بالتأكيد المائدة الرمضانية راح تختلف حتى لكل العائلة تماشيا مع حالة هذا الطفل مصاب بالسكري. ما هي أهم توصياتكم؟ شوفي أحكي لك شغلة، إحنا حاليا ما في إشي عنا اسمه اللي هي أكل للسكري، لأن الأكل الموجود حاليا اللي بننصح فيه للأطفال اللي عندهم سكري هو الأكل الصحي، وهذا اللي بننصح فيه كل الناس. يعني أي واحد بده يحافظ على صحته، يحافظ على وزنه، يحافظ على ما يصير في عنده أمراض نتيجة الأغذية، نتيجة الغذاء الغير متوازن، لازم يلجأ للأكل الصحي. نعم. وهذا هو أكل أطفال السكري. يعني إحنا الآن دائما نطلب من الأهالي إنه الآن يتعاونوا مع الطفل اللي عنده سكري. نعم. بحيث يصيروا كلياتهم ياكلوا نفس اكله. دكتور، الناس يتبادر الى ذهنها عندما يكون هنالك مريض سكري سواء طفل او كبير في السن بانه لا ياكل نهائيا السكر او ياكل بكميات لا تذكر، خصوصا المشروبات المحلاه، الماكولات مثل الشوكولاته وغيرها. ما رايكم دكتور؟ احنا الان الـ 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 السكر حاليا ما في شيء اسمه حرمان للاطفال اللي عندهم سكري. لا. يعني ما بنحرمهم من شيء، ولكن احنا دائما بنطلب زي ما حكيت لك انه يكون اكلنا اكل ايش؟ متوازن، اكل صحي، والاكل الصحي هو الاكل اللي فيه كميات السكر قليله اصلا، يعني لا. سواء للطفل اللي عنده سكري حتى لو فاكهه دكتور او للطفل اللي ما عنده، لا لازم ياخذ كميه سكر في اليوم، يعني لازم يكون 50% من كميه الغذاء للطفل اللي عنده سكري هي بتحتوي على كربوهيدرات. فلازم، ليش؟ لانه احنا عندنا طفل قاعد بينمو، فانا بدي الان اعطيه غذاء متوازن، ومن ضمن الغذاء المتوازن لازم يكون 50% من هذا الغذاء في كربوهيدرات. نعم. تمام. بس احنا طبعا هذول الان بنكون عاده انه اي كميه سكر بنعطيهم اياها بنعوض لهم اياها من خلال الانسولين. صحيح. بس ما بنحرمهم ابدا. الان فكره الحرمان، المحليات الصناعيه دكتور، المحليات الصناعيه ممكن نستخدمها للاطفال، بس في اطفال السكر عاده احنا بنستخدم التجربه اكثر. يعني في بعض المحليات الصناعيه ممكن نستخدمها تلاقي ايش ممكن تاثر على مستوى السكر بالجسم، في بعض لا، في بعض امن، فهذه حسب الان خبرتنا مع هذول الاطفال من خلال المحليات.